مسعداوي وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد عبد القادر مدير عام الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أنت معنا بالصوت والصورة أستاذ محمد، أهلا بك. وبداية، ما معنى ربط الساعة السكانية لحظيا بقاعدة بيانات المواليد والوفيات؟ ما معنى ذلك؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. المعنى اللي حضرتك بتتكلمي عليه ان انا اربط الساعه السكانيه بقاعده بيانات المواليد والوفيات، ده كان حلم كنا بنحلم بيه، لان احنا كان الساعه السكانيه عندنا كانت بتشتغل بنظام بنظبطها كل سنه بعد نهايه العام، كنا بناخد المواليد ونطرح منها الوفيات ونعمل الزياده الطبيعيه، وكنا بنثبتها طول السنه بالمعدل ده، بتفضل تزيد ليل ونهار حسب المعدل المظبوط. دلوقتي انا عندي معدل فعلي، بلاقي ان الساعه السكانيه لو في مولود اضيف هنا واضيف في المنيا واضيف في اسوان واضيف في اسكندريه، كل العدد ده اللي اتعمل اتسجل في نفس اللحظه بيظهر عندي على الساعه السكانيه. طب حصلت حاله وفيات في اي مكان او في اكتر من مكان في الجمهوريه، بتظهر عندي الحالات دي وبتخصم من عدد المواليد، فبلاقي الساعه السكانيه اول باول بتواكب الحدث في حينه. فده كان فعلا بالنسبه لنا كان حلم كبير جدا، والحمد لله ان هو اتحقق، لان حضرتك يعني احنا ما كنا حتى بنعمل المواليد والوفيات عندنا في الجهاز. نعم. كان ده مشكله بالنسبه لنا، ان احنا كنا بنقعد بعد ما العام بيخلص يمكن 3 4 شهور بنظبط في البيانات مع الداخليه ومع الصحه عشان ندقق البيان عشان نطلع بيان مظبوط وكويس. دلوقتي انا البيان بيجيني اني اقدر اعمل احصاءات كتير جدا، اقدر اعمل كل حاجه توضح المنطقه الهين اللي فيها عدد كثافه سكانيه زياده، محتاجه مني خدمات قد ايه حسب عدد السكان اللي فيها، طب الولاد اللي طالعين دول انا محتاج لهم مدارس، محتاج اي خدمات بتقدم في المنطقه دي بقدمها حسب العدد الموجود فيها، طب الوفيات اللي بتطلع من المكاتب الصحه، الاول كنا بيجي لنا كله الوفيات متسجله بهبوط في الدوره الدمويه، لا ده دلوقتي هيسجل الوفيات باسبابها الحقيقيه، اقدر اعرف لو في حاجه متفشيه في منطقه معينه اقدر اتحكم في الظاهره دي في اولها، او اشوف ايه المنطقه دي ايه السبب بتاع الوفيات الكتير اللي فيها دوت. كمان حوادث الطرق اللي بتحصل اقدر اعرف انهي منطقه الطرق بتاعتها اللي بتسبب حوادث، الحاجات اللي فيها مش كويسه مثلا الطرق بتاعتها مش مستويه مش ممهده كويس، طب محتاجه الطرق تتعدل فيها، طب فيها حاجات محتاجه تتعدل في القواعد المرور اللي فيها. نعم. عشان خاطر اقلل الحوادث. نعم. الحاجات دي كلها لما هتظهر عندي اول باول هتخدم كتير قوي التخطيط بتاع البلد في كل القطاعات وفي كل المجالات. نعم أستاذ محمد، لازم أربط كلام حضرتك بخطط الإصلاح الاقتصادي التي تستهدفها الدولة، أيضا لازم أربط كلامك بالتنمية المستدامة. إذا ما مردود هذا النظام الجديد على الدولة المصرية بشكل عام، على خططها المستقبلية، وأيضا مدى دقة هذه المنظومة الجديدة؟ خليني اقول لحضرتك ان اي دولة عشان تنمو وتعمل تنمية مستدامة زي ما حضرتك ذكرتي لازم اهم حاجة عندي البيانات. البيانات لو صحيحة ودقيقة اكيد اللي هيتخطط على اساسها هيكون صحيح ودقيق، هقدر في النهاية ان انا احط خطط واقعية وتخيلي مع الواقعية دي كمان انية في وقته في حاجة بتظهر، فبقى الخطة بتاعتي ماشية متوافقة معاها، بالتالي التنمية عندي بتاخد خطوات صحيحة بدل ما كان بيضيع الجهد هباء. يعني خلينا أقول لحضرتك كمان إن المنظومة ديت حققت حاجة مهمة جدا، العمل الجماعي الناتج بتاعه ثمرة جميلة جدا جدا جدا. يعني أما وزارة التخطيط مع وزارة التنمية الإدارية مع وزارة الصحة مع الجهاز عملوا عمل جماعي طلع ناتج محترم، ناتج احنا كنا بنحلم بيه فعلا بمعنى كلمة حلم. تخيلي لما احنا هنا كده كنا بالمستوى اللي احنا كنا عايشينه او بالوضع اللي احنا عايشينه بتاع البنات بتاعنا كان ده بالنسبة لنا حلم بعيد، يا سلام لما الحلم ده اتحقق. انا عايز اقول لحضرتك سعادتنا لان احنا اهمية البيانات احنا عارفينها، يا ريت كل المجتمع بتاعنا يحس بقيمة البيان واهمية المعلومة. أستاذ محمد حضرتك أشرت إلى معلومة. نعم. يتعاون معاه ويديله. نعم.
أشرت إلى نقطة في غاية من الأهمية، وفكرة التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة. يمكن هذه الفكرة ما كناش بنقدر نحققها في يعني سنوات فائتة، وما كناش بنقدر نحقق هذا التواصل وهذا التكامل لإنجاح منظومة ما. هنا وزارة التخطيط مع التنمية الإدارية مع وزارة الصحة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حققوا فكرة التكامل. كيف تغلبوا على الصعوبات، على المعوقات، على الروتين، على البيروقراطية، وجاءت هذه المنظومة التي تتعامل مع بيانات المواطن المصري في تقريبا 4500 مكتب صحة؟ تفضل حضرتك. خليني اقول لك ان التحدي كان كبير جدا. صحيح. يكفينا اقول لحضرتك ان ال 4571 مكتب دول في انحاء الجمهوريه، في اماكن قد لا يكون الاماكن دي حتى متوفر فيها خط اتصال تليفوني عادي. فكون ان احنا نوصل ان احنا نربط المكاتب دي كلها ببعضها في نفس الوقت بقاعده بيانات، فده كان تحدي كبير جدا. ولكن اللي بيخلي التحدي ده اتغلبنا عليه ان في اراده، في نظرة للمستقبل الأمامية عايزين نحققها، في خطوات حثيثة وجادة إن احنا نوصل لمستقبل كويس مع الإرادة الموجودة. ده خلى إن احنا فعلا نتغلب على التحدي ده، أو الوزارات المختلفة دي كلها تجتمع وتتغلب وتقهر التحدي دوت، ونوصل للناتج اللي احنا النهاردة كنا مبسوطين. احنا طبعا شفناه وعرفنا منه خطوات سابقة قبل كده، ولكن النهاردة كان الإطلاق بتاعه وربطه مع الساعة السكانية، فكانت فعلا بالنسبه لنا فرحه كبيره جدا في الجهاز ان الحلم اللي احنا حلمنا بيه كتير وصلنا له. لان كان عمليه قصور التسجيل في كل حاجه دي بتعمل لنا مشاكل في البيانات. صحيح. وعشان نبقى دوله صح وتخطط صح لازم تكون عندنا قواعد بيانات سليمه عشان نبقى الخطط بتاعتنا سليمه، ما يبقاش الجهد اللي ضايع او الجهد المهدر كبير. واخد بال حضرتك؟ نعم يا استاذ. كل ما كان العمل متكامل وجماعي كل ما كانت النتائج المحققة أفضل وأحسن للمجتمع كله. طيب كمان أنا في حاجة جميلة جدا نعم. حسيتها النهاردة إن اتفضل استكمل الفكرة. اتفضل. السادة الوزراء اللي كانوا موجودين ما حدش اتفضل يا فندم. الحاجة الجميلة اللي أنا كمان حسيتها النهاردة وكنت مبسوط بيها جدا جدا وساعدتني جدا جدا إن السادة الوزراء وهم بيتكلموا ما نسبوش الجهد لنفسهم، ما قالوش إحنا عملنا، لا هم ظهروا الناس اللي اشتغلت فعلي وقالوا على الناس اللي قبلهم ان هم كانوا برضو مشاركين في الجهد ده. دي حاجه كانت غايبه عننا في مصر، احنا كان كل واحد فينا عايش في جزيره منعزله لوحده بيشتغل مع نفسه. فكون ان احنا بنتكامل فده معناه ان احنا بادين على الخط الصح، بادينا نمشي صح. طيب استاذ محمد، يعني هاخد من كلام حضرتك فكره الجزر المنعزله، وفي السابق ايضا ما كانش في يعني تنظيم، او بمعنى ادق لم يكن هناك تخطيط لشكل الاستثمار، شكل التنميه في المحافظات، يعني فكره توجيه الاستثمارات، الخدمات الصحيه، التعليم، المياه، الصرف الصحي كانت بشكل عشوائي في الحقيقه، وبالتالي كان في فجوات تنمويه داخل المحافظات، وهذا ما قالته ايضا اليوم وزيره التخطيط. بالتالي الى اي مدى قاعدة البيانات اللحظية التي نتحدث عنها الآن بتعمل على دعم هذه الفكرة التي نتحدث عنها؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام ان انا عشان اخطط صح يكون عندي بيان صح ومعلومة صح، انا عندي اهم عنصر انا بخطط له وبعمل عشانه، اعمل على رفاهية الانسان المصري، مش كده؟ عشان انا اوصل لدوت انا ببقى عارف المنطقه اللي قدام مني، طب في مناطق محتاجه خدمات تقدم فيها، طب انا كنت بقدم هنا زي هنا زي هنا، بوزع مجهودي بشكل شبه متساوي على الناس عشان ما حدش يحس ان في حاجه ضايعه منه. لكن انا لما اوزع مجهودي متركز على الاماكن حسب الكثافه بتاعتها وحسب احتياجها وحسب الاستثمارات اللي بتقدم فيها، اذا انا هنا بستثمر الموارد بتاعتي استثمار صحيح. على اسس وقواعد سليمه. مش هيضيع مني جزء كبير. واخد بال حضرتك؟ دي ميزه قواعد البيانات السليمه. انا فعلا احنا بنعاني في مصر، كنا عندنا لحد الفترات اللي احنا فيها دي برضو ما زلنا عندنا نقص وعي احصائي، يمكن ده بيسبب لنا مشكله كبيره جدا. الناس مش عارفه اهميه الرقم. او يعني مش عارفه ايه الرقم ده مدلوله او بيعمل ايه. القصه دي كلها الجهاز بيبذل فيها مجهود
مضني عشان نوصل معلومه. يمكن حضرتك لو بصيتي حتى التعداد اللي احنا كنا بنعمله السنه دي، احنا عشان نوصل لده احنا كنا بنحط في المناهج بتاعت الطلبه بتوع الابتدائي والاعدادي والثانوي جزء عن التعداد، وكان بيناقش مش عشان الولد يبقى ده، لا عشان يبقى اللي طالع الجيل الجديد اللي طالع ده كله يبقى عارف التعداد، وفي نفس الوقت هيروح يتناقش فيه. كان في جزء تدريبي انه يروح يتناقش فيه مع اسرته في البيت عشان يبقوا عارفين ان في تعداد وفي حصر وفي الحاجات دي كلها، الكلمات اللي بتستخدم او المفردات اللي بتتداول تبقى معروفه عند الاسر في قلب البيوت، معروفه عند الولاد الصغير اللي هم الجيل اللي طالع. صحيح. فده كله المجتمع محتاج ان احنا فعلا في صحوه، في صحوه حلوه جدا في المجتمع في البيانات وفي ثوره في البيانات وفي ثوره في الاتصالات، لازم نستغل ده كويس. وانا اعتقد ان المشروع بتاع النهارده ده هو انسب استغلال لثوره المعلومات اللي حصلت وثوره الاتصالات. صحيح. ده في حد ذاته بيخلينا في مصاف الدول اللي بتخطط صح، الدول المتقدمه اللي بتشتغل على اسس وقواعد. ان شاء الله لما احنا لو فضلنا على التكامل ده ما بيننا وما بين بعضنا، لو فضلنا على الاراده دي اللي احنا عايزين نوصل لاهداف محدده. صحيح. ان شاء الله هنوصل لها، لان طول ما في هدف قدام عينينا عايزين نوصل له وفي اراده تحققه فاحنا هنوصل لده وهنحققه. هذا ما اشار اليه بالفعل. نعم. دؤوبين على العمل. نعم. هذا ما أشار إليه أيضا وزير الصحة اليوم، إن منظومة العمل في الدولة بدأت تأخذ شكل جديد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد القادر، مدير عام الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.